ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كريدنا الكومبوننت بتاعتنا وكل حاجة تمام، مفيش أي مشكلة أهو تمام. لا ده الانتليجي روبي ستورم أهو، دي الكومبوننت بتاعتنا وجبنا الأوردر، وأول ما أعمل كول للأوردر أيتم كومبوننت هيروح دايركت ينفذ لي الزيز دوت جيت أوردر ويحط لي في الأري بتاعتي، يحط لي فيها إيه؟ يحط لي فيها الداتا بتاعتي. وقلنا ان جي اون انت بتسيميلر او بتشبه البوست كونستراكت في السبرينج، بيتنفذ اول ما نقول الكومبوننت بتاعتنا تمام. دلوقتي الكومبوننت اهي اللي هي اوردر ايتم، هفتح اتش تي ام ال، هبدا بقى ايه اشتغل عليها. عاوز اعرض الاري اللي انا خدته اعرضه هنا تمام. هعرضه على اساس ايه؟ على الشكل ده، عارفين الشكل ده؟ تمام. انا هروح في الايه، في المين كومبوننت بتاعتي الاي بي، فيها مين كومبوننت اللي كان فيها كل الفرونت بتاعي تمام. هنزل تحت تمام، هنزل تحت اهو، عاوز اشوف الايتمز بتاعتي بدأ من اول فين. اهي الايتم بتاعتي هو من اول هنا تمام، اللي هو من اول ايه هنا ده، وبعدين ده، وهكذا. فانا هاخد واحده منهم اهي من المصدر ده، وهروح في ال HTML هحطها هنا اهي تمام. هعمل هنا طبعا انا عندي array، ركز معايا، انا بقولش حاجات صعبه، بقول حاجات بديهيه خالص. دي array عاوز اعرضها، اذا محتاج for. طبعا انت واحد متفرج على الحلقات اللي قلت قبل ما تخش على البروجكت تتفرج عليها، فانت اكيد عارفها. هقول له ان جي فور، دي حاجه في الايه، في الانجولر. هقول له ست تمام، ست تم اوف اوف ايه بقى؟ طبعا عندنا حاجه مش تمام. ان جي فور تمام ست، طبعا في عندنا هنا ايرور تمام. المفروض تبقى ان جي فور، وبحط ست واسم فاريبل اوف كذا، لكن هنا بيطلع لي ايرور. تعال نشوفهم الايرور ده بسبب ايه. بكل بساطه ان انا المفروض هقول معلش يا جماعه، هنا مش ست، لا هنا ليت، كلمه ليت يا جماعه مش ست. اذا ليت تم ده اسم فاريبل عادي جدا، اوف اوف ايه بقى؟ اوف الاوردرز اللي هو الايه الاري تمام. هقول له لف لي على عناصر الاوردرز واعرضها لي. اول حاجه هنا هعرض ايه؟ هنا هعرض الايمج بتاعتي تمام. مفيش مشكله، سيب الايمج دلوقتي. هنا النيم، فانا هقول له تيم دوت دوت ايه دوت نيم تمام. هنا ركزوا معايا، هنا اهو هشيل دي كلها، هقول له تيم دوت عندك ايه برايس. جميل، مفيش مشكله تمام. عاوز احط جنبها دولار، عندنا في الانجولار ممكن تعمل حاجه زي دي، بتضيف هي الايه الدولار، اللي هي تعمل علامة الاور وتقول سي يو كرنسي تمام، نقطتين في بعض اللي هي ايه يو اس دي، بس كابيتال يو اس دي تمام. كده انت عملت علامة دولار ساين جنب البرايس بتاعتك تمام. هنا هيكون الديسكريبشن تمام، اهو ده الديسكريبشن، مفيش مشكلة. هقول له ايه تيم دوت ديسكريبشن، وهنا ايه اد تو كارد. لغاية دلوقتي تمام، مفيش اي مشكلة. سيب الايمج هنشتغل عليها في فيديو لوحدها تمام. دلوقتي هنا ايه كده، انا عرضت كل الايه الاري عندي هنا في الكومبوننت تمام. هروح في المين كومبوننت، المفروض هشيل ده كله تمام، ركزوا معايا، هشيل كل الايه، كل
الداتا اللي عندي اللي خاصه بالايه بالاوردر بتاعي، تمام، وهنادي مكانها الايه الكومبوننت بتاعتي ديت، هنادي مكانها ايه الكومبوننت بتاعتي. مركزين؟ اه مركزين، تمام. هقول له هنا عشان انادي الكومبوننت بعمل ايه، بفتح التايب سكريبت بتاعها اللي هو ده، بلاقي السيلكتور بتاعها اللي هو فان او سيلكتور اي بي بي رود اوردر ايتم، ده اللي عن طريقه بنادي الكومبوننت بتاعتي. هروح هنا اهو هقول له اي بي بي، هلاقي ايه اوردر ايتم اهو، ما فيش اي مشكله. تعالوا كده هناك شايفين ما فيش اي ايه داتا انعرض. لو عملنا انسبكت ورحنا على الكونسول هنلاقي ايرور اسمه كروس اوريجن، تمام، بيقول لك ايه اتش تي بي، تمام، عندك بيقول لك ان اتش تي بي نال انجكتد اورور نو بروفايد فور اتش تي بي. تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الايرور ده. طب خلينا نسيب الايرور المره الجايه، تمام، عشان هو هيظهر لنا كمان ايرور غير ده، فهنخلي الايرورز ايه في فيديو لوحده. انا عملت كوميت اسمه show data in order item component، هروح اهو، تمام، هعمل كليك يمين get add، تمام، vcs commit control v، واعمل closes، تمام، commit and push، commit and push push، هستنى قبل ما يعمل بوشنج. خلص البوشنج هروح هناك هيعمل لي كلوزد والكوميت بتاعتي اهي وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.